المدرب سواريز المدرب البرتغالي اللي ما عادش يا دوب فترة شهر صحيح او كام يوم، النهارده برضو تقدير واحترام النادي الاهلي ودايما تصريحاته عن النادي الاهلي صحيح. وليه؟ لانه انا لما ادخل بيت وهلاقي البيت ده بيحترمني وبيتعامل معايا باحترام ومديني حقي، ما طبيعي ان انا هقول فيه كلام محترم، هقول فيه شعر. طب عايز ازيدك من الشعر بيت، يعني انا حضرت وانا صحفي هنا انتقال حسام ابراهيم الى نادي الزمالك، حاجه يعني كانت واو قوي، وصفقه كسرت الدنيا وناس كتيره كانت بدات تتكلم وكذا وكذا وكذا. حسام ابراهيم بعد ما راحوا الزمالك كانوا واخدين الدوري مع الاهلي، كابتن عماد اليمان الله يرحمه اتصل بيهم قال لهم تعالوا خدوا بقيه مكافاه الدوري مستحقاتهم. هم لعيبه فين؟ في الزمالك. لدرجه ان هم اندهشوا، ده بجد؟ قال لهم اه بجد، دي فلوسكم. فده الطبيعي، النادي الاهلي ما بياكلش حق حد، النادي الاهلي ما بياكلش اي حق. اللي بيقدم خدمه، اللي بيعرق نقطه عرق في النادي الاهلي مصري اجنبي بياخد حقه. حقيقي. امام عاشور، نعم. شايف صفقه امام عاشور ازاي مع النادي الاهلي؟ لعيب مبشر، لعيب واعد في الكره المصريه، ليه مبارياته في منتخب مصر المهمه. عودته او رجوعه من الاحتراف للنادي الاهلي واختياره للنادي الاهلي صفقه مهمه. مليون في الميه. خاصه كمان بعد رحيل حمدي فتحي اللي بنقول له شكرا على الاداء السنوات اللي قضيتها في النادي الاهلي، حتى خروجه لما راح الدوري القطري هناك شفنا الجاليه المصريه وشفنا رابطه الاهلي هناك في قطر استقبلته استقبال كبير، وحتى في المباريات هناك دعم ومسانده كبيره لحمدي فتحي. حاليا بيلعب في دوري ابطال اسيا مباراه مع بطل مع فريق من اوزبكستان حاليا، حمدي فتحي حاليا واحنا دلوقتي. ورابطه النادي الاهلي في قطر بصراحه بقياده المستشار حسام ابو العيلة عاملين شكل مختلف تماما، يعني وده ظهر في كل المناسبات اللي بيكون فيها ظهور للنادي الاهلي، حتى في الظروف الصعبه ظروف كورونا كانت الرابطه موجوده، كانت موجوده في كاس العالم، كانت موجوده في كاس السوبر. صراحه استقبال هناك رائع لبعثه النادي الاهلي في المطار وفي الاوتيل وفي المباريات. لدرجه ان جيان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، وكان الحضور 40% بس من نسبه الحضور في المدرجات، قال ان جمهور النادي الاهلي هو سبب نجاح طبعا كاس العالم للانديه. انا فاكر مباراه الاهلي مع الفريق بالميراس البرازيلي اتلعبت وبعدها مباراه بايرن ميونخ، صحيح، وكان بقاء جمهور النادي في الملعب، ويعني كان هو اللي يعتبر نجح كاس العالم للانديه. اجواء كانت اجواء، انا كنت في الملعب مثالية. وعلى فكره البطوله دي حضرتها من ثالثه شمال، كنت مصر ان انا ابقى وسط جمهور النادي الاهلي. اجواء انا حضرتها بقى من قلب الملعب في الفقاعه اللي كنا عاملينها، صحيح، ما عرفناش نتقابل، ما ينفعش نتحرك بره، ما عرفناش نتقابل ولا نسلم عليكم حتى. بس وجود النادي الاهلي الحمد لله دلوقتي، النادي الاهلي اسم وبراند عالمي، النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم للمره التاسعه، وكمان ضمن المشاركه في كاس العالم الموسعه اللي هتكون بمشاركه 32 نادي. ربنا يكون في عون اي منافس ثاني محلي، لان النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد من ساعه كاس العالم ما اتلعبت. اي منافس مصري علشان ينافس على فرصه اللعب في كاس العالم مش هتكون قبل 2029 او 2030، موسم 2029. هياخدني حته الجمهور، انت بتتكلم عن رابطه الاهلي في قطر، الشعبية دايما يطلع البعض ينادي احنا الاكثر شعبية احنا الاكثر شعبية، لكن لما بتيجي مباريات في الخليج ونشوف الاهلي وهو بيلعب في الاستاد قدام فريق سعودي وقدام فريق اماراتي وقدام فريق قطري ايا كان الفريق، في الكويت في الامارات، شوف كم الجمهور نادي الاهلي. حتى هسيبك تكمل، حتى بعد اعتذار الزمالك في السوبر في الامارات وبيراميدز حل محل الزمالك، شوف نجاح البطوله او نجاح المباراه بحضور جمهور النادي الاهلي قفل الملعب. بسم الله ما شاء الله. هو ممكن يقول لك ايه مين الاكثر شعبيه؟ اصل دول المصريين اللي عايشين في الخليج وشعبيتهم كان احنا بتحسبها كانك في مصر. اوكي، عارف انا السنه دي في بدايه السنه دي كانت في بطوله كاس الخليج في العراق، وكنت موفد من قناه الكاس ان انا اغطي البطوله دي. فعلشان موضوع الشعبيه وموضوع الكلام دوت كان موجود معايا في نفس فندق الاقامه، فندق الصحفيين مخصص للصحفيين، مجموعه من الصحفيين من كل الوطن العربي.
فعملت معاهم لقاءات عن موضوع شعبية الأهلي والزمالك في الوطن العربي، ومشكورا الإخوة الأعزاء في ملك وكتابة خدوا التقرير وعرضوه. كلام مش عايز أقول لك يعني، كلام من عمان، من السودان، من العراق، من قطر، من الإمارات، من كل الدول العربية، من سوريا، من الأردن، من لبنان، كل الناس أهلوية. طب فين الزملكاوية؟ ما يعني معلش، ما يعني انا عايش في الخليج من 2004، انا عايش في اسالني قول لي، ما انت انا تنقلت ما بين الامارات وبين قطر. انا بحسبها اول، شوف حسابات الاهلي على السوشيال ميديا، هتلاقي الاهلي الاكبر في الوطن العربي في افريقيا. الحاجه الثانيه، شوف كاس العالم في اليد اللي كان في السعوديه وكان في السعوديه، شوف الحضور الجماهيري لجماهير النادي الاهلي، شوف الحضور الجماهيري في البطوله، في البطوله العربيه كره السله، شوف الحضور الجماهيري في الامارات كاس العالم للانديه كره القدم في الامارات، هناك في الامارات، شوف الحضور الجماهيري في قطر في كاس العالم للانديه، وهيشوفوا في السعوديه، في السعوديه في بطوله الهاندبول وفي كره القدم، ولسه اللي جاي، وشوف في سنغافوره في بطوله كاس العالم في السله، وشوف في كاس العالم في امريكا اللي هتتعمل بمشاركه 32 نادي. يعني لا، النادي الاهلي يعني الشعبيه مش كلمة. هي كلمه هي بتتشاف بس احنا عدينا موضوع امام عاشور، ما لسه هجيله طبعا نجاوب عليه، لان صفقه 2023 مؤكد يعني. امام عاشور هو صفقه 2023.